امبارح شهدنا مع بعض حضرنا خطاب العرش. خطاب العرش كان جامع بمفاصله وتوجيهات جلالة الملك للسلطات الثلاث فيما يتعلق في معيشة المواطن الأردني وتحسين معيشة المواطن الأردني. المضامين نحن كحكومة ملتزمين بها، وموضوع تحسين معيشة المواطن بدأنا في مجالات المختلفة. كل وزارة من وزاراتكم لها تأثير مباشر في هذا الهدف، إن كانت وزارات خدمية أو وزارات سيادية تتعلق بالسياسات العامة، كلنا معنيين بهذا الموضوع. وتنفيذا لتوجيهات سيدنا بدأنا ببرنامج اقتصادي واضح بمحاور أربعة. أطلقنا المحور الأول قبل أسبوعين وبدأنا نرى نتائجه ونلمس نتائجه على الأرض من الآن، وخصوصا في حركة سوق العقار اللي كان جل الإجراءات اللي أخذناها تهدف إلى تحفيز سوق العقار، وبدأنا نلمس ذلك مباشرة في حركة العقار في دائرة الأراضي، حركة البيع والشراء. هناك تقريبا مضاعفة في حركة البيع والشراء، عدد الشقق والأراضي المباعة وقيمتها تقريبا تضاعفت في الأيام الأخيرة. هذا كله مبشر. لدينا حزم أخرى على مدى الأسابيع القادمة إن شاء الله سنطلقها، كلها تهدف إلى تحفيز الاستثمار، تشغيل شبابنا وشاباتنا الأردنيين، وتحسين المستوى المعيشي بشكل عام. لذلك إحنا عندنا مسؤولية والتزام جميعا بأن نتابع هذه الملفات، أن نلتزم بمواعيد دقيقة، بخطة زمنية وبمؤشرات أداء واضحة جدا لنا جميعا يسائلنا عنها جلالة الملك ويسائلنا عنها المواطن الذي وعدناه بشكل مباشر أن نتقدم فيها ونحققها بشكل ملموس على أرض الواقع. فالله يعطيكم العافية جميعا، وكلنا رح نشمر عن سواعدنا وبدنا نقدم إن شاء الله الكثير في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة.